أبناء الأعزاء، طلبة المستوى الرابع اتصالات والمستوى الرابع حاسبات اللي بيدرسوا الديجيتال سيجنال بروسيسنج أو دي اس دي اللي بيقدمها قسم الاتصالات الكترونيك انجينيرنج اند كوميونيكيشن تكنولوجي ديبارتمنت. ده انتروداكشن للمقرر الدي اس بي. هيدرس المقرر ده الدكتور سمير ومعاه الدكتورة سارة حسن. المقدمة دي أو تقديم للكورس بيتكون من 3 أجزاء، الجزء الأولاني كورس أوتلاينز، الجزء الثاني إنترودكشن، الجزء الثالث دي اس بي انتندد ليرنينج أوتكمز أو الأي ال أوز اللي أنا باخدها من الدي اس بي. الجزء الأول في الأوتكمز، أول حاجة بقول الأوبجيكتيف أو الغرض من الكورس ده. By the end of the course, the student should demonstrate knowledge and understanding of the basic concepts and theory of signals, system signal processing, discrete transformation, with Z transform with digital filters. لما يخلص الكورس الطالب must be able to design or calculate and analyze the performance of digital system. الكورس بيتكون من introduction وخمسة شابتر. في الشابتر الأولاني بنستعرض الانالوج اند ديجيتال سيجنال بروسيسنج، في شابتر 2 ديسكريت ترانسفورميشنز دي اف تي والاف اف تي، في شابتر 3 كورليشن والكونفوليوشن، في شابتر 4 زي ترانسفورم اند اتس ابلكيشن ان دي اس دي، في شابتر 5 ديجيتال فلتر ديزاين. الكورس بيدرس في خلال 3 كريدت اورز، 2 كريدت للمحاضره و1 كريدت للسكشن واللاب. الوان كريد دي باخد ساعتين للسيكشن كل اسبوع وان اور لللاب اسبوعي. الكورس جريدنج سيستم، التوتال ديجريز المقرر كله 100 درجه، فاينل ريتن اكزام 60 درجه، الاعمال السنه 20 واللاب 20 درجه. تفاصيل الدرجات دي، اعمال السنه واللاب. اعمال السنه ال 20 بيتوزعوا ازاي؟ 10 للميد تيرم، وحضور المحاضرة والريبورتس في المحاضرة درجتين، وحضور السيكشن درجتين، الأسايمنت اللي في نهاية كل شابتر 3 درجات اللي بيسلمها الطالب للمعيد، والكويز اتليست وان في نهاية كل شابتر 3 درجات، التوتال 20 درجة. تقييم المعمل، الفاينل لاب اكزام 10 درجات، الحضور المعمل 3 درجات، استكمال المذكرة 3 درجات، والريبورتس اللي في نهاية كل شابتر 4 درجات. الجزء الثاني من التقديم ده للكورس الانترودكشن. أول حاجة بعرف الدي سي بي ده ستاند لل ديجيتال سيجنال بروسيسنج. الحاجة الثانية بيقول لك اللي مميز السيجنال في حالة الدي سي بي يونيك تايب اوف داتا اللي بتستخدم اللي هي زيروز والوانز، يعني السيجنال المستخدمة في حالة الدي اس بي هي الزيروز والوانز. بعد كده بيقول لي إن الدي اس بي ده من أقوى التقنيات أو أفضل التقنيات اللي ممكن تستخدم عشان تشكل أو توصف العلوم والهندسة في القرن 21. السلايد اللي بعد كده اللي قدامك كونتينويشن واحد أهو، بيقول لك مصادر السيجنال اللي ممكن تبقى موجودة في الريال تايم او الريال وورلد. سيزيميك فايبريشن، الفيجوال ايمج، الساوند ويفز. طيب الدي اس بي اللي بتتعامل مع السيجنال المختلفه دي ممكن تبقى ماثيماتيكال كويشنز او الجوريزم او تكنيكس اللي هي ممكن تستخدم عشان تمانيبيوليت او تي يعني تبروسيس السيجنال اللي انا بتعامل معاها، يعني طبعا بعد ما احول السيجنال دي للديجيتال فورم. طيب انا بعمل الكلام ده بغرض ايه؟ ده في الكونتينويشن 2 اهو، انهانسمنت اوف فيجوال ايمج، ريكوجنيشن اند جنريشن اوف سبيتش، كومبريشن اوف داتا فور ستورج اند ترانسميشن وما الى ذلك، يعني الابلكيشن ديسكريمينيت بين يوسفول سيجنال ان انونتد سيجنال، يعني دي حاجات برضه بتستخدم ممكن ان انا بالغرض ده. بعد كده بقول لي bridges and depths of DSCP، مقصود بالbridges ده الابلكيشن المختلفه، والdepth اللي هو التكنيكس اللي انا بستخدمها يعني.
فبيقول لي هنا الابليكيشن اللي ممكن تكون موجودة الكوميونيكيشنز وميديكال ايمجينج والريدر اند سونار وهاي فيديليتي ميوزكس اويل بروسبكتنج. كل الابلكيشن اللي احنا ذكرناها دلوقتي دي هو في بداية السلايد اللي بعد كده بيقول لك الايه التكنيكس اللي انت بتستخدمها. زي ما احنا قلنا الدي سي بي بتستخدم ايه، يا اما الجوريزمز او ماثيماتيكال ايكويشنز او سبيشالايز تكنيكس، ممكن حاجات تكنيكس معينة تستخدم عشان الابلكيشن دي. يعني عندي ابلكيشنز كل واحد من دول بيتحقق بسيرتن الجوريزم معين او ماثيماتيكال موديلز او اي تكنيكس معين ممكن يتحقق بيه ده. كأن انا عندي array دلوقتي فيها applications قصادها التكنيكس او الحاجه اللي ممكن تتحقق بيها. عشان كده في اخر باراجراف السلايد اللي هي continuation 4 دي بيقول لك طالما المساله كده يعني applications مختلفه وتكنيكس لكل application يتحقق بيها، فبالتالي هيبقى صعب ان هو ايه impossible for individual to master all ايه الدي اس بي تكنولوجي. يعني معنى كده ان المفروض اللي هيشتغل في الدي سي بي مش هيشتغل واحد لوحده، هيشتغل نشتغل كتيم وورك يبقى افضل لتحقيق الغرض المطلوب. يعني بعد كده في السلايد اللي بعد كده بقول دي سي بي education involves two tasks. يعني وانت بتقرا الدي سي بي دي او انت بتتعلمها او انت يعني بقول لي رقم واحد learning a general concept that apply to the field as a whole. يعني باخد معلومات عن الفيلد ده كله، زي ما احنا هنا في الكورس بتاعنا بنستعرض كل العناوين اللي ممكن تخطر على بالك في الدي اس بي. الحاجه الثانيه لو انت اخترت تكنيك فيلد معين الميليتري الكوميونيكيشن الاندستريال كلام زي كده، بتبتدي ايه تشوف التكنيكس بتتعمق بقى في دي. خلاص انت رحت اتخصصت ميديكال، تشوف التكنيكس اللي هي ده التاسك الثاني من الاستادي بتاع الدي اس بي، learning specialized techniques for your particular area of interest. الحاجة اللي انت هتهتم بيها اذا كانت medical اذا كانت military اذا كانت communication وما الى ذلك. يعني بعد كده العنوان اللي بعد كده دي the roots of DCB، يعني بدأت من امتى وايه بدايتها وحاليا الوضع ايه وكلام زي كده. يعني roots of DCB هتلاقي من ايه بداية الاول generation من الكمبيوتر في الستينات والسبعينات بدأت تظهر معاها ايه الدي سي بي. لما حصل يعني بقى ثوره الكمبيوتر، يعني هتلاقي في البدايه خالص في الستينات كان الابلكيشن محدوده زي ما انت شايف كده في نفس الصفحه دي، ريدر وسونار اويل اكسبلوريشن سبيس اكسبلوريشن اند ايه ميديكال ام، يعني حاجات كلها يعني استراتيجيه كده تلاقي الدوله اللي بتعملها او الجهات اللي هي اويل اكسبلوريشن او سبيس اللي هي تقدر تصرف على البحث ده هي اللي بتستخدم الحاجة دي. بعد كده بقول لك لما حصل ثورة بقى في الكمبيوترز، ولو انتوا فاكرين لما كنا في البي ال اس اي بنقول ايه البروسيسورز المختلفة والجنريشنز المختلفة، يعني فاكرين انتوا لما كنا بنقول كام 300 400 ترانزستور في البروسيسور البدايات خالص، لما رحت للبنتيوم 4 تلاقي مثلا الشيب الواحدة فيها اكتر من 40 ل 50 مليون ترانزستور. يعني طبعا ايه فحصل ثورة الكمبيوترز دي بدأت تضاف أبليكيشنز جديدة. النهاردة كل واحد يعني شايل تليفونه عبارة عن كمبيوتر يعني. فبقول لك إيه بدأت تزيد أبليكيشنز أخرى زي الموبايل تليفون زي الكومباك ديسك بلاير والإلكترونيك فويس إيميل البريد الإلكتروني وما ذلك. ثلاثة بقول لي بقى الأبليكيشن اللي هي تقريبا في الوضع الحالي بعد بقى الكمبيوترز والمبادئ العملية أدفانسد قوي، وزي ما بقول كل واحد شايل تليفونه عبارة عن كمبيوتر، غير بقى الاول جيريشن من الكمبيوتر كان عامل زي الدولاب كده وتلاقي حاجه ضخمه جدا وكان كروت مثقبه تستخدم عشان تتعامل مع الكمبيوتر ده. هنا ابلكيشن بقى في السبيس ابلكيشن ميديكال كوميرشال تليفون ميليتري اندستري ساينتفك ابلكيشن دي كلها، ودي كلها ظاهره في الفيجر اللي في الصفحه اللي بعديها الكونتينويشن 9 دي. كل عنوان من السبعه دول هو قصاده سب تايتلز اخرى او سب ابلكيشن بقى. يعني في السبيس ده تلاقي فيه ابلكيشن مختلفه في المربعات الصغيره اللي ظاهره عندك طبعا عندك في الكتاب. يعني ايه فشوف بقت ابلكيشن عديده جدا ظاهره في الفيجر ده.
طيب بعد كده السلايد رقم 10 هنا بيقول لك ايه؟ This technology revolution occurred from top to down، يعني من الاعلى للاقل. لو خدنا بقى يعني فور اكزامبل مثلا الناس درست الكلام ده، وهو بيقول لك بعد كده انها كانت في الماستر في البي اتش دي والدكتوراه والماجستير بدأوا هما بيدرسوا دي، لما كان ده الكمبيوتر لسه بقى في البدايات والعمليه شحيحه والابلكيشن محدوده جدا. تمرينات اهي توت اس جراديوات ليفل كورس ان الكتريكال انجينير، كان ياخدها بتوع الدكتوراه والماجستير في الهندسه الكهربائيه. دلوقتي بعد ثوره الكمبيوترز وبقت كله طالب وكل واحد شايل التليفون زي ما بقول عباره عن كمبيوتر، بقول لك في العقد الاخير او كده بدات ايه؟ انها ستاندرد بارت اوف ذا اندر جراديوات كريكولوم. مناهج بقى الاندر جراد اللي هو الجامعات الطلبه الجامعيين، لا ده بقت كورس اساسي زي ما انت بتاخدها دلوقتي كده. ولو بصيت على كل الجامعات والاماكن الاخرى فعلا بتدرس الدي اس بي. وبقول لك بالمقارنه او بالمناظره والتشابه، يعني زي الالكترونكس ما كانت عامله ثوره زمان وكده، اهو اخر كلمتين في الصفحه دي، هي الدي اس بي برضه هتبقى عامله حاجه شبيهه زي كده زي الالكترونكس دي اول ما طلع. بعد كده بقول لك ايه في سلايد رقم 11، لو انت عايز تتخصص في الدي اس بي مصر بي اوير بايه؟ ببعض الكورسز. عارف انت لما تيجي تاخد لوجيك 2 يقول لك لازم بري ريكوزيت ليها لوجيك 1، لما تاخد كوميونيكيشن 2 لازم تبقى بري ريكوزيت، مش كده؟ انت عشان تبقى اوير او تدرس او تتعمق في الدي اس بي تبقى عارف الكورسز اللي هي قدامك دي، كوميونيكيشن ثيوري، بروبابيليتي، ديسيشن ثيوري، انالوج الكترونكس، نيوميريكال اناليسيس، الكلام اللي قدامك ده. العناوين دي انا حاططها في صفحه لوحدها، انما هي اصلا موجوده في الفيجر ده. بص حاطط لك الدي اس بي او ديجيتال سيجنال بروسيسنج، ومحوط بيها الكورسز اللي احنا لسه كنا بنعدهم دلوقتي، كوميونيكيشن ثيوري لغايه الانالوج الكترونكس. يبقى ايه ده بريكوزيت للدي اس بي، عشان وطبعا اللي يعرف يماستر الكورسز دي كلها وهيدرس دي اس بي مش هيبقى واحد لوحده. نرجع تاني للكلمه ايه؟ التاسك في استادي بتاع الدي اس بي، قلنا نمره واحد يعرفها از اول، نمره اتنين يعرف بقى ان ديتيل لما ياخد اريا معينه او فيلد معين يروح يشوف التكنيكس بتاعته. ماشي، فبالتالي هنا برضه يحتم علينا من الفيجر ده يوضح لي ايه؟ ان المساله لازم تبقى التيم وورك في الشغل ده. الجزء الثالث من الانتروداكشن دي او الانتروديوسنج دي اس بي كورس، الاي ال اوز، لما انت الطالب بيدرس الدي اس بي هو هيبقى مستفيد ايه في الاخر؟ اهو ات مي بي ديفايدد اربعه كاتيجوري. اول حاجه ايه؟ النولج اند اندرستاندنج، ماشي، المعرفه والحاجات الفهم. نمرة اتنين intellectual skills اللي هي المهارات الفكرية. نمرة ثلاثة بقى خلاص فاهم شوية وبقى حريف شوية كده زي محمد صلاح مثلا في انجلترا، يبقى ايه بقى professional and practical skills، يعني خلاص يقدر يطبق الحاجة دي. أربعة general and transferable skills، دي كلام عام يعني انت بقى ممكن لما تتعلمهم تقولهم ليه لأختك اللي في آداب، تقولهم لأخوك اللي في كلية طب، مش هتلاقي فيهم عنوان دي اس بي. ولو انت مثلا بتدرس في ال اس او مايكرويف او غيره هتلاقي ما بيظهرش العنوان الماده دي خالص، ده حاجات انت بتكتسبها. هنيجي نوضح يعني ايه الاربع عناوين اللي احنا شفناهم دول. اول عنوان نولج اندرستاندنج، في كلمات بتدل عليه كاتب لك اهو، الطالب لما بيخلص ده المفروض يبقى عارف ايه برنسبلز اوف كذا، كونسبت اوف كذا. يعني ما ينفعش وانا في الانتليكتوال سكيلز اقول هو عارف البرنسبلز وما اعرفش ايه، لا ما ينفعش. يعني الكلمات الداله على اول كاتيجوري هتلاقي ايه؟ برنسبلز، كونسبتس، رولز كده يعني. لما تروح للكاتيجوري الثاني انتلكتوال سكيلز، هو الاول عارف معلومات وتفهم وكده، انتلكتوال هيبتدي اهو هتلاقي الكلمات الداله عليها، ابلاي، انالايز، وانت ماشي بالشكل اللي قدامك دي، كلمات بتدل يعني ايه؟ الناس بتوع الجوده لما يجوا يقيموا يعني يبقى حاجه وحشه جدا لو واحد مثلا حاطط في الانتلكتوال دي ان هو بيتعلم برنسبلز اوف كذا او رولز اوف كذا او كونسبتس اوف كذا، لا اتعلم ايه بقى عند انت بتقول خلاص هو بقى تفهم ودي مهارات ايه؟ فكريه، يبقى مش لسه تفهم بقى. الحاجه الثالثه بروفيشنال اند براكتيكال سكيلز، لما قلنا بايه بقى حريف شويه وبقى فاهم اكتر يبتدي الطالب شود بي ايبل تو بقى ايه؟ ديزاين، ديفلوب، يعني يمانج، واخد بالك؟ يعني كلام زي كده يعني، كلمات زي ما انا بقول كلمات ده. ما تروح الحاجه الرابعه جنرال ترانسفيربل سكيلز، اللي انت هتقوله لاختك اللي في اداب، تقوله لاخوك اللي في كليه الطب،
بقول لك فور اكزامبل ايه بقى؟ الطالب لما بيخلص احنا طلبنا منك ريبورت، وطلبنا منك ان انت ممكن تعرض ريبورت سواء في المعمل او المحاضره او سيكشن او حاجه زي كده. فور اكزامبل سيرش يدور على معلومات. اي واحد فينا في اي مقرر او في اي جامعه هو يتعلم ازاي يعمل معلومات. رايت تكنيكال ريبورت، حتى انتم بتاخدوا ماده اسمها تكنيكال ريبورت رايتنج، يعني ان انت ازاي تكتب تقرير وازاي يعرضه بقى، يعرضه مثلا هارد كوبي، يعرضه اورالي كده، يقدمه شفوي. فده كله ممكن تفيد بيه يعني اخواتك اللي في كليات تانية مش مرتبط بالحته دي. خلاص عرفت انت اخر حاجه هنا الاي ال اوز بتاع دي اس بي كورس، ودي لوكيتد ان يور دي اس بي نوت بوكس، في تلاقي تالت رابع صفحه موجود ده في الكتاب بتاعك. يعني الدي اس بي الاربعه كاتيجوري، في كل واحده تلاقي اربعه خمسه اي، تمام كده. ده بالنسبه للكورس ده. لما تروح البي اتش دي ال هتلاقي برضه الاربعه كاتيجوري دول، وكل واحد ثلاثه اربعه او اربعه خمسه بوينت، هو ان الطالب بيتعلمه. طيب الاخر حاجه هنا اي ال اوز فور الكترونيك انجينيرنج اند كوميونيكيشن تكنولوجي بروجرام. الطالب اللي هو اتخرج من قسم اتصالات، الطالب انا كاتب لك ايه، دي ار ذا توتال سام اوف اي ال اوز اوف ايه بروجرام كورسز، يعني كل الكورسز اللي انت درستها حوالي 70 كورس او 65 كورس، دول بتبقى انت هتعلم من ده اي ال اوز بتاعته وده اي ال اوز بتاعته كده. التوتال بتاعهم هتلاقي اربعه خمسه في النولج اندرستاندنج بتاع الدي اس بي. لما تروح نولج اندرستاندنج بتاع البروجرام نفسه، الولد اللي درس 70 ماده هتلاقيه 29 بوينت. لما تروح للثانيه انتلكتوال سكيلز هتلاقي هنا اربعه خمسه في الدي اس بي، هتلاقيهم 21 بوينت في بتاع البروجرام، لانه هو التوتال بتاع المقررات كلها. يعني عرف من هنا حاجه ومن هنا حاجه ومن هنا حاجه، يبقى ايه، واحنا فنطناهم وخليناهم بالشكل اللي انت شايفه ده اللي هو intended learning outcome. اشوفكم على خير ان شاء الله في بداية شابتر واحد المحاضرة الثانية. السلام عليكم.